توقيع اتفاقية بين وزارة النفط والغاز وشركة بيبي عمان وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج لتمديد مساحة منطقة الامتياز لحقل خزان. شهدت المستشفيات والمراكز الصحية بالسلطنة إجراء أكثر من 100,000 عملية جراحية خلال العام الفائت، تنوعت بين الكبيرة والصغيرة. تم اليوم بمستشفى إسكي تدشين عيادة المشورة قبل الزواج لأمراض الدم الوراثية لتوفير المعلومات والنصائح المتعلقة بالأمراض الوراثية. بإدارة شابين عمانيين تفتتح غدا سينما البيت التي تعد أول دور سينما تقدم قاعات خاصة لعشاق الأفلام، حيث يمكن للشخص مشاهدة الفيلم مع عائلته أو أصدقائه بخصوصية تامة. بمشاركة 13 دولة تنطلق اليوم بنادي غلا للغولف البطولة العربية 36 للغولف التي تستضيفها السلطنة حتى 13 من الشهر الجاري.